تاريخيا مع في ما حدث في الدول اللي احدثت طفره تنمويه. المشكله بقى ان في قطاع الصناعه في داخله بقى الانتاجيه بتاعتنا منخفضه، وبالتالي قدرتك على التصدير والمنافسه ايضا منخفضه. والسؤال الجوهري اللي بيواجه اي حد صانع للسياسات، اعمل ازاي؟ ازاي ازود؟ ازاي انوع المنتج الصناعي؟ وازاي ازود جوده؟ هنا بتيجي دور السياسات. اصل انت هتعملها ازاي؟ مش هتقول لحد اعمل كذا هيسمع الكلام، مش حد بيسمع كلام حد. الناس بتعمل ما تعتقد ان هو بيفيدها. انت عايز تستخدم السياسات بقى. وخليني اقول لحضرتك انه استراتيجيات تنميه الصناعه في مصر لغايه دلوقتي معيبه. من اي زاويه؟ معيبه من ناحيه انها كانت بتعتمد زي ما كنا اشرنا قبل كده في الحلقه اللي قبل كده لفكره الانتاج للسوق المحلي وليس للتصدير. بمواصفه المحلي. فبتعمل ايه عشان تعمل الحكايه دي؟ فبتدي له حمايه جمركيه. لو انا سبت كل حاجه في الصناعه واتكلمت على صناعه واحده عشان الناس بس ما تتهش مننا، صناعه السيارات. اولا احنا في الستينات كنا رافعين شعار من الابره الى الصاروخ، مفيش حاجه اسمها من الابره الى الصاروخ، مفيش كل دول بتنتج كل حاجه لنفسها، والا ما كانش في داعي لاي تجاره دوليه ولا اي حاجه. في حاجه اسمها ميزه نسبيه، ومفروض ان انت تنتج الحاجات اللي انت شاطر فيها، مش اللي انت شاطر فيها واللي مش شاطر فيها. وبالتالي فكره الانتاج للسوق المحلي فكره معيبه، وبالتالي ما هيبقاش عندك عمله اجنبيه، وبالتالي مش يعني انت هتدخل نفسك في حزب بيصرف. انما نرجع للسياسات، لان انا بالنسبه لي السياسات الصناعيه او الانتقائيه هي دي اللي بتفرق بين ان قطاع ينمو ولا ما ينموش. وانا بقول ان السياسات بتاعتنا معيبه لانها بتتوجه ناحيه الانتاج للسوق المحلي. بترجمة ده ايه بالنسبه للسياسات؟ ان تدي للمصنع حمايه جمركيه، تدي له دعم، يجي الدعم ده عن طريق القروض، يجي الدعم ده عن طريق الاراضي المرفقه اللي ما بيدفعش ثمنها، يجي الدعم ده انت فاهم في كلمه الدعم دي هي اللي هتطلع الصناعه. دعم الصادرات، دعم ما اعرفش الكلمه، الاعفاء الضرائبي، كل ده الاعفاء الضرائبي كل ده. انا موافق على ان التنميه الصناعيه محوريه في تقدم اي بلد، كويس. مع ذلك بختلف على الادوات اللي بتستخدم لتحقيق هذه التنميه الصناعيه. وكنت هبتدي ادي لحضرتك مثال بصناعه السيارات. في الستينات احنا وكوريا ما كانش عندنا سيارات. اوائل الستينات ابتدينا احنا الاثنين، احنا عملنا النصر للسيارات، وطلعت حضراتكم كلكم صغيرين في السن فما انتوش فاكرين اسمها 128 والفيت، النصر 128 والفيت. مش كده؟ انا ركبت اول عربيه فيت. على كل حال من الستينات لغايه دلوقتي واحنا بنحاول نعمل صناعه السيارات لم ننجح. لماذا؟ لان احنا اتصورنا ان احنا باستخدام سياسه الحمايه الجمركيه ان هذا الصغير الوليد صناعه السيارات في الستينات الناس هتتعلم الحرفه وهتتشطر فيها وهتنبغ فيها، وفي الاخر الانتاجيه بتاعتهم هتزيد والتنافسيه بتاعتهم هتزيد وهيعرفوا يصدروا للسوق العالمي. هم قعدوا لا زاد الانتاجيه ولا زاد، وانتجوا سياره خيبانه تباع فقط للسوق المحلي وبسعر مرتفع، والسبب البسيط انها بتعرف تبيع انه في الحمايه الجمركيه. لو استوردت عربيه من بره هتدفع عليها ساعتها يعني 100% جمال. طب هو انا اشتريها يعني بالمحلي حتى لو مش قد كده وبسعر اقل، ولا اشتريها من بره وادفع تعريفه جمركيه؟ لو انت شلت التعريفه الجمركيه عن السيارات صناعة السيارات في مصر تموت امبارح مش النهارده.